السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساني. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن دوري أبطال أفريقيا. مباراتين النهاردة كانوا مهمين جدا جدا، فرقتين عربيتين كانوا بيلعبوا، لا ثلاثة بس، كان في ديربي ما بين فرقتين عربيتين. الرجاء البيضاوي كان بيستضيف شبيبة القبائل الجزائري في المغرب، والترجي التونسي كان بيستضيف فيتا كلوب طبعا في تونس. المجموعة دي كان المتصدر طبعا قبل اللقاء الثالث أو الجولة الثالثة هو الترجي بطبعا 6 نقاط، بيأتي من بعديه الشبيبة والرجاء ب3 نقاط وفيتا كلوب ب0 من النقاط. يلا بينا نخش نتكلم عن المباراتين ونقول توقعاتنا قبل المباراتين كانت ايه وايه اللي حصل. يلا جوه الحلقه، بس قبل ما نخش على الحلقه ليه تنزل تدعمنا بلايك كتير، لان لايك كتير بيخلي الفيديو بتاعنا ينتشر، فما تبخلش علينا باللايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. ويلا بينا نخش على الحلقه. بداية هنتكلم عن مباراة الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل. مباراة الرجاء وشبيبة القبائل كما توقعناها لقيناها، لان يعني كنت متوقع في المباراة اللي قبل المباراة ان الرجاء هيفوز على شبيبة القبائل في المغرب، وان فرصة الرجاء اكبر من فرصة شبيبة القبائل انها مين اللي هيفوز فيهم. قلت الرجاء، انا متوقع الرجاء اللي هيفوز، وفعلا ده اللي حصل. قدر الرجاء البيضاوي انه يفوز 2-0 على شبيبة القبائل في المغرب. الشوط الاول طلع سلبي 0-0، الشوط الثاني في الدقيقة 51 هدف جون سفيان رحيم، الجون الثاني مالونجو هو اللي احرز الهدف الاولاني. ضغط الجمهور قلت صعب قوي، جمهور الرجاء صعب زي ما جمهور شبيبة القبائل في الجزائر بيبقى صعب. طبعا الملعب كان ممتلئ عن اخره. قدر الرجاء البيضاوي انه يفوز ب3 نقاط سمينة ووصل للنقطة 6 بعد تعادل الترجي التونسي في ارضه مع فيتا كلوب، والفيتا كلوب بياخد نقطة، اول نقطة ياخدها في المجموعة كده. المجموعة بتتصعب ما بين الترجي والرجاء وشبيبة القبائل. هنيجي بقى للمباراة الثانية معانا، الترجي التونسي اللي اتعادل النهاردة مع فيتا كلوب 0-0. الترجي التونسي حتى في الدوري التونسي في الجولتين اللي فاتوا ما كانش قوي، راجع من كاس العالم للأندية، عمل نتائج يعني هنعتبر الماتش الاخير المركز الخامس انهم فازوا، و6-2 على السد القطري كانت نتيجه جامده جدا جدا. بس في الدوري الماتش اللي فات فازوا بصعوبه في الوقت بدل الضايع الدقيقه 7 أو 8، ويعني بصعوبه جدا فازوا 2-1 في المباراه دي. انا كنت متوقع قبل المباراه في الحلقه قلت ان الترجي هيفوز على فيتا كلوب، يعني مش فيتا كلوب اللي ما خدتش ولا نقطه اللي هتقف قدام الترجي في تونس، ترجي اللي ما تغلبش في دوري الابطال بقاله 18 مباراه. ما كنتش متوقع ان هيجي فيتا كلوب تتعادل معاه، وكان في كره في الاخر حكم صفر في اخر ثانيه، يعني كان رايح انفراد اللعب بس حكم صفر عشان الوقت. طبعا قدر يطلع فيتا كلوب بالتعادل وبنقطه قدام الترجي. انا ما كنتش متوقع الصراحه الاداء والنتيجه دي من الترجي. انا قلت الترجي هيفوز وهيبقى 9 نقاط ويروح يفوز كمان على فيتا كلوب في ارض فيتا كلوب ويبقى 12 نقطه، والتذكره الثانيه هتبقى ما بين الرجاء وشبيبه القبائل وهنشوف اللي هيحصل. بس لا، اتصعبت المجموعه بتعادل الترجي على ارضه. الترجي لو اتغلب الماتش اللي جاي بره هيبقى 7 ويفوز الرجاء او الشبيبه فهيقربوا خالص، هيبقى 6-6-7، فالموضوع هيبقى صعب. انا شايف ان النهارده تعادل الترجي كان مش كويس، شايف ان تعادل الترجي النهارده اداؤه كان الترجي مش كويس النهارده. الترجي كان ممكن يقدم مباراه احسن من كده. اي نعم، فيتا كلوب كان بيلعب على التعادل، وكان فيتا كلوب بيامن في الدفاع من الاول المباراه اخر مباراه وهو بيدافع، بس حلول الترجي فين النهارده؟ مباراه للنسيان زي ما عصام الشوار كان بيقول، مباراة النسيان للترجي، ننسى المباراة دي، لان فعلا الترجي ما قدمش مستوى جيد في المباراة دي استكمالا لماتش الدوري الاخير. شايف ان الترجي كان في الامكان افضل من مكان. انت كرجاوي او تبع الشبيبة، مشجع الرجاء مشجع الشبيبة، قل لي رأيك في المباراة النهاردة. انا شايف ان الرجاء هو اللي كان يستحق الفوز، لسه في مباراة عودة او مباراة في الجولة الرابعة، هم نفس الفرقتين بس هيلعبوا في الجزائر، والترجي هيحل ضيفا على فيتا كلوب في ارض فيتا كلوب. مباراة هتبقى صعبة، الترجي ممكن يفوز على فيتا كلوب عادي مفيش اي مشكلة، بس فرط في فوز ثمين على ارضه
وفوز سهل على الارض كده. بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، تنزل تلاقينا بلايك وشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس.